السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي كيف حالك؟ الحمد لله. الاسم الكريم علي بن سيف سعيد الريسي سكان ولاية لواء منطقة مجهل. ما شاء الله. أريدك تعطيني نبذة عن بلدة مجهل. طال عمرك بلادنا خلفينا أهلنا وجوابنا من جد على جد. نعم. احنا ورثناهم أهل الملة. ما شاء الله. إن شاء الله نظل على هالموال. الحمد لله. أراكم ما شاء الله مهتمين بالزراعة كثير كثير. ما أكثر الأشياء اللي تزرعوه هنا؟ أكثر تسوهم عندك والبصل والمنجا والرمان والبطيخ وهذا الأشياء. بعض الناس يتركوا الزراعة يقول لك متعبة. مو رأيك فعلا؟ لا والله حسنا متعبة. هي متعبة لكن التراث ما بين الجدود ما ندرها طال عمري. جميل. هي تكون الأثار والتراث هي ونتبع التراث أهالينا وجدودنا طال عمري. جميل. كيف تشجعوا أولادكم إنه يستمروا على هذا؟ شوف هاي كلهم أولاد الحين. كلهم أحمد علي وهيثم علي. نعم. هاي كلهم يشوفون المنجو ويتبعوا سيرة أهالي وشوارنا الأوليين وسيرتنا إحنا كيف. أها. إحنا تعرف ما بنبكاهم دايم. نعم. رايحين على الدنيا. وهم يبكوا جيل نثر جيل. وهالقد. نعم جميل. ومن اسمك أنت؟ علي. عمر بن عبد الله. تحبي هذا المكان؟ أمو تحبه؟ مو في يعني؟ هذا أحسن عن البلاد بعيد؟ هذا أحسن المكان؟ أحسن. جزاك الله خير. من اسمك؟ أحمد علي سيف سعيد الريسي. أحمد ما الذي شجعك البقاء هنا يعني؟ مكان طيب والجميل والنخل ما شاء الله شو منظور عينك. نعم. ما هي رسالتك ونصيحتك للآخرين نحو القرى العمانية؟ مش نصح. والله أنصح شباب يهتموا بالزراعة وما يوتروا تخليف الإعداد ومهلهم. نعم. الشغل زراعة عبادة. هيك ذا صدق. زراعة طيبة. نعم. أيضا أعود لك مرة أخرى. ما الذي شجع الآباء إنهم هنا يعيشوا؟ والله آباء هم الأولين الله يذكرهم بالخير إن شاء الله. نعم. لحظة. تفضل. نعم. زين هم شجعوا شجعوكم شجعونا. وكبرونا وحفظنا العقل هنا وولدنا هنا. نعم. واستمر على هالموال. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يحفظك عمي. آمين. يحفظك الله. جزاك الله خير.